كان عندنا اليوم على الساعة السابعة مساء حفل توقيع ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية حول مناهضة التطرف والإرهاب، سواء في الخطابات السياسية، سواء في الحملات الانتخابية، أو أيضا في إزالة كل مظاهر ديال التطرف والإرهاب في المجتمع من خلال البرامج السياسية التي يقدمونها وأيضا البرامج الحكومية إذا ما وفقوا في انتخابات السابع من أكتوبر. للأسف الدولة السلطات العمومية منعت هذا النشاط بشكل دون أن تبين أسباب، لم توصل بعد بالقرار المنع، هو قرار نعتبره قرار في الجبهة، نعتبره قرار إداري يكسسيس بغات شطط في استعمال السلطة، قرار ينتمي إلى الحقبة الماضية، لأن المنع لا يخدم بحق القانون، لا يخدم المجتمع الديمقراطي الذي ننشده كاملا. صاحب جلالة في الذكرى 63 لخطاب لذكرى ثورة الملك والشعب أكد بكل وضوح على أن الدولة وخاص السياسات العمومية وحتى المجتمع المدني يعاون الدولة نحو سياسة وقائية لإيقاف هذا التطرف، التطرف الفكري. إذا كانت الدولة من خلال السلطات الأمنية، السلطات القضائية بشرت وقامت بواحد دور مجهود في محاربة الجريمة الإرهابية، الإشكالية أن الدور ديالها فيما يتعلق بمحاربة الفكر الإرهابي هو دور ضعيف جدا. ولما جاتنا جمعية خاصة بمناهضة تطرف الإرهاب، الدولة كيظهر والسلطات العمومية من خلال هذا المنع وكأنها تؤيد خطاب نحمل المسؤولية، كأنها تؤيد خطاب التطرف والإرهاب، وهذا شيء خطير. الدولة لا يجب أن تكون صامتة. خطير في الأمر هو أن تجي الداخلية وتمنع واحد العمل اللي هو ضد التطرف. إلا دخلنا في المنطقة إلا منعونا لأنه حنا ضد التطوف، هي لأنه هما اللي صالح التطوف، هذا هو المنطق. إلا جيتي منعتيني لأنه أنا ضد التطوف، هي أنه أنت اللي صالح التطوف. جاو كيقول لك أنه حنا حملة انتخابية، حنا لسنا في حزب، واش أنا مرشح في شداية؟ واش هيني مرشح في شداية؟ هو ضري مرشح في شداية؟ حتى واحد فينا ما عنده حتى انتماء حزبي وما عنده حتى عمل سياسي ديال الانتخابات. دونك انا ما كنفهمش هذا المنطق اللي عند هاد الناس. ثالثا اش درنا؟ الملكه قال كثر منا، الخطاب العرش ما غالي ينسى ضد التطرف. واش دابا حيت حنا مشينا في المنطق ديال الملك يجيو يمنعونا؟ الناس ما كيخموش.